فيديو النهارده متخصص شويه لزمايلنا المزارعين اللي هم زرعوا الزراعات البدريه اصناف السنسيشن والفلوريدا والفرتونه البدريه. اخواننا المزارعين دول اغلب زراعاتهم كانت في العشر ايام او في النص الاولاني من شهر 9. اخوان المزارعين دول النهارده بيعانوا من مشكله جامده بسبب ان الاسبوع اللي فات كان اسبوع حار وكان درجه حراره فيه عاليه، ادى ذلك الى ان الشتله ديت بعد ما كانت محضره ظهر كويس الاصناف اللي احنا اتكلمنا فيها ديت ابتدى يحصل الفسائل بتاعتها تتوجه للمجموع الخضري ويحصل تغيان للمجموع الخضري تاني. بغض النظر عن التسميد، كون ان يبقى درجه الحراره عاليه مع رطوبه نسبيه مع ميه بيديها عشان يظبط الحبايه بتاعته دوت هيؤدي ان الشتله ابتدت تتوجه للمجموع الخضري وتجيب معايا ورق مبالغ فيه، وبالتالي هيبقى شويه الزهر اللي انا هاخدهم اللي هم جم في الاول وبعد كده ممكن بقيه الدوره ما اخدهاش. طب انا اقدر اتصرف ازاي في حاجه زي دي النهارده؟ نمره واحد، لازم اتحكم في الميه بتاعتي. كل واحد كل فلاح اضرى في الارض بتاعته بنظام الري بتاعه، على قد ما اقدر من فضلك ما تحاولش تكبر الحبايه بتاعتك عشان التصدير بكتر الميه، لان ده هيؤدي ان احنا هنفشل ان احنا نحجم ونوقف المجموع الخضري بتاع الشكل. يبقى لازم كل واحد في ارضه اضرب ارضه. هل اصوم ادي تسميد يوم واصوم يومين، اصوم ثلاثه، اصوم خمسة، اراضي تقيلة ممكن اصور 10 ايام، ممكن اصور 11 يوم، كل واحد في ارضه ادرى بنظام الري بتاعه. يبقى نمرة واحد بقلل الري، نمرة اتنين بضخ في نفس التوقيت رش ورقي بورن والبيدنيا ونفترين اسيتك اسيد، نفترين اسيداميد، بوتاسيوم فوسفايد، على قد ما اقدر كل خمس ايام ادي رشة بتحتوي على هذه العناصر. ده عشان اقدر احول المجموع الخضري دوت لمجموع زهري. نمرة تلاتة ارش بوتاسيوم ورقي عشان احاول اقلل من طغيان المجموع الخضري. ما يبقاش كل تركيزي ان انا عايز الحبايه عشان الكرتونه عشان التصدير اعدلها بالميه. هتعدلها بالميه هتاخد الحبايتين اللي فيها وبعد كده الشتله فوتت مش هتاخد بيض الدره بتاعتك. فمن فضلك بنعيد الكلام تاني للاهميه، ثلاث محاور: تقليل الري، رش ظهر بورنو من بيدنيوم نفترين اسيتك اسيد نفترين اسيداميد بوتاسيوم فوسفايد، نمره ثلاثه رش بوتاسيوم ورقي. كان معكم اشرف هنداوي، المكتب العلمي لاجري كونتاكت، دقيقتين دعم فني فاهمين زراعه.